سهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر وكفاية على الأهلي بدون أهلي. يا كابتن الأخبار كله تمام الحمد لله ربنا يخليك. رجعنا لحضراتكم مرة تانية فقرتنا الحوارية الرئيسية الأولى والأخيرة النهاردة. الحقيقة واحد من أهم نجوم الكورة المصرية على مدار التاريخ تحديدا في خط الدفاع، أسطورة كروية تحطمت أمامها جميع المهاجمين سواء على المستوى المحلي القاري وحتى العالمي، حفر اسمه بأحرف من ذهب والماس خلينا نقول في مجالات عديدة جدا أو في سجلات كمان التألق الكروي. كمان هو نجم أهلاوي عشقته جماهير النادي الأهلي، وده بسبب رجولته وفدائيته اللي كان يمكن يعني بيأدي بيها في المباريات. نجم أهلاوي وحشكم ووحشنا، وأول مرة في البيت الكبير الصخرة وائل جمعة. اهلا بيك يا سهام، مساء الخير عليكي وعلى كابتن هاني وعلى جمهور الاهلي كله، وسعيد ان انا موجود في بيتي بالشكل الجديد، الشكل اللي يليق بالنادي الاهلي. سعيد ان انا موجود معاكم النهارده. وحشتنا يا كابتن وائل. ربنا يخليك بجد والله، وحشتنا انا على المستوى الشخصي. الله يخليك. واول طبعا المفاجاه الكبيره اللي عملناها في البيت الكبير او جماهير النادي الاهلي كنت انت وحشها جدا جدا، وكان اول ما طلعنا كمان في البيت الكبير من كانوا بيقولوا لنا اسماء نفسها تكون موجوده، وانت كنت على راس القائمه ديت ان كابتن وائل جمعه صخره الدفاع وصخره منتخب مصر يكون متواجد. بنرحب بيك في بيتك البيت الكبير، وان شاء الله بتبقى حلقه مميزه، هنعرف كواليس كتيره جدا عنك وعن مستقبلك وعن كمان ذكرياتك مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. لكن نروح مع حضراتكم صخره الدفاع الاهلاوي العالمي، بالنسبه لي العالمي على المستوى العالمي، وائل جمعه.